الاستحقاق للدور الأمريكي في قيادة العالم الآن، دورها كقوة أولى في العالم تحكم العالم، وتأثيرها على السياسات في كافة المناطق ومنها منطقة الشرق الأوسط اللي احنا جزء منها. فالعراق خصوصا في هذه كدولة إقليمية في هذه المنطقة أصبح متعلق شيء الكثير مع الولايات المتحدة. أولا هي مسؤولة عن التغيير اللي حدث بعد 2003 إلى يومنا هذا، تتحمل مسؤولية كبيرة وما آلت إليه الأمور في بلدنا. الولايات المتحدة صاحبة التغيير في هذا البلد، اليوم كذلك لها دور كبير ما يتعرض للبلد، يعني إلى الآن نشوفه احنا مهدد أمنيا من المجاميع الإرهابية، من تحديات أخرى. ما زلنا في رأيي في حاجة إلى دور للولايات المتحدة، خصوصا ونحن نعيش حالة من التردد الاقتصادي، الوضع الاقتصادي في البلد وما حالة آلت إليه الأمور، وللأسف بسبب قياداتنا الفاشلة والغير نزيهة في قيادة البلد ما بعد 2003 وما أفرزت العملية السياسية من أمور كثيرة أساءت إلى الوضع الاقتصادي اللي جعلنا أكثر احتياج للدول الأخرى ليست الولايات المتحدة فحسب وإنما دول كثيرة. فكيف بالولايات المتحدة؟ ولا ننسى يعني أنه لو مهما أغفلنا أمور كثيرة عن حاجتنا الولايات المتحدة، حتى البعض حتى لا يفسر في كثير من الجانب الأمني، لا ننسى أن الضامن الاقتصادي والذي يضمن أنه العراق مستقر اقتصاديا نوعا ما هو بضمانات للولايات المتحدة الأمريكية. لو رفعت الولايات المتحدة يد الضمانة عن الأموال العراقية لتقاسمونا، تقاسمتنا الدول والمدينية في العالم، والعراق قد ينتهي اقتصاديا قبل أن ينتهي أمنيا. فدور الولايات المتحدة في هذا الموضوع دور كبير جدا. نتمنى طبعا من أي رئيس أمريكي أن يقدم العراق، يجعله من أولوياته بصراحة، رغم أنه كل اللي تسمعه من كلام وصراخ والولايات المتحدة تريد بالعراق كذا وكذا، أرى أنه يعني إحنا ما يؤسفنا أنه الولايات المتحدة لا تضع العراق ضمن أولوياته. في أكو دول كثير